بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درس سادس بعنوان الملفات والمجلدات للصف السادس الابتدائي. أهداف الدرس اليوم يا شباب: الهدف الأول أن يتعرف الطالب على كيفية ضغط ملف أو مجلد. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على كيفية تغيير اسم الملف. الهدف الثالث أن يتعرف الطالب على كيفية استخراج ملف من مجلد مضغوط. الهدف الرابع أن يتعرف الطالب على كيفية فك ضغط جميع الملفات الموجودة في مجلد مضغوط. بسم الله نبدأ يا شباب. الآن الهدف الأول: كيف أن أنا أقوم بضغط ملف أو ضغط مجلد؟ ينبغي أن أتعلم أولاً ما الهدف من ضغط الملف أو ضغط المجلد. ضغط الملفات والمجلدات بنقوم بضغطها لأنها بتشغل مساحة كبيرة على الحاسوب، بتشغل مساحة تخزينية كبيرة على الحاسوب، لذلك بأسعى إلى ضغط هذا الملف أو هذا المجلد لكي أحصل على مساحة تخزينية يعني أقل، بحيث أترك أو أستخدم المساحة الأخرى في ملفات أو برامج أخرى. الآن يا شباب، أنا الآن لو قمت الآن بعمل ضغط لأي ملف من الملفات الموجودة عندي، أفتح وليكن هذا الملف، أنا كنت ضغطه من قبل، لكن أنا الآن بقوم بعمل ضغط لملف، أفتح ماي كمبيوتر، بجي هنا على الدوكمنت الموجودة، كبر من هنا، وليكن هذا الملف اللي هو ملف أنا مسميه واحد، بقف عليه بالمفتاح اليمين يا شباب وبأختار send to، عندي compressed zipped تمام folder، آدي بضغط على compressed zipped folder ومباشرة هيقوم الآن دلوقتي بضغط الملف. ممكن أسميه أي اسم، وليكن سميته محمد، سمى هو نفس الاسم واحد. أنا الآن الملف محمد ده أنا ضغطته الآن، يبقى هذه هي طريقة ضغط الملف. بنفس الطريقة لو المجلد، أي مجلد بالمفتاح اليمين، بضغط برضو على المجلد وبقول له send to، بختار compressed zipped folder. طيب الآن أنا لو حبيت أن أنا أستخرج هذا الملف من الملف المضغوط، بضغط ضغطتين سريعتين على الملف الذي قمت بضغطه وبختار هذا الملف هو الموجود، وبالمفتاح اليمين بقول له تمام، اهو عملت نسخ، وباجي في اي مكان وبقول له بيست. شباب هذا الملف اللي هو كان اسمه واحد، عملت له ضغط، فكيت الضغط بتاعه ونقلته عندي بهذا وبهذه الصورة. طيب حبيت ان انا اغير الملف المضغوط، يعني الملف المضغوط اللي عندي، حبيت اغير الملف المضغوط اللي عندي، باجي اهوت نفس المكان، ادي الدوكمنت الموجودة فتحته، عندي هنا ملف وليكن 2 بالمفتاح اليمين، وبقول لك send to، بروح عند compressed zip folder الموجود اهوت، ضغطت عليه شباب، ممكن أغيره، سميته الأندلس. سميته الأندلس 11، غيرت اسم الملف المضغوط. طيب لو محتاج إن أنا أستخرج الملف اللي داخل، قلنا بالمفتاح اليمين أضغط كليك يمين مرتين بالماوس،
وباجي بالملف دوكمنت 2 بقول له كوبي، وبروح للمكان اللي انا محتاج ان انا انسخ فيه الملف واقول له بيست لصق. الان اصبح الملف موجود امامي. طيب انا الان دلوقتي لو يعني عندي بعض الملفات، بعض المجلدات المضغوطة وداخلها ملفات موجود اف، وليكن اضغط هذا الملف محتاج ان انا افك هذا الضغط. بعض كده بيجي عند الملف المضغوط او المجلد المضغوط وبعمل اكستراكت فايل اهو موجود. الان فك ادي بقول له اوكي، فك لي الملف او المجلد اللي كان مضغوط، وبهذا الشكل قمت بفك المجلد المضغوط. مسألة الضغط يا شباب، ضغط الملفات يعني بنحتاجها بصورة كبيرة جدا، وخصوصا لما أكون أحتاج إن أنا أرسل مجموعة من الملفات عبر الإيميل أو أرسل مجموعة من الصور عبر الإيميل. طبعا الإيميل بيجد صعوبة في حمل الملفات الثقيلة أو الكبيرة، فأنا بقوم بضغط الملفات لكي أحصل على مساحة أقل. عندنا يا شباب تغيير عرض الملفات اللي هو الهدف الثالث، كيفية تغيير عرض الملفات. أنا وليكن عندي كما أخبرتكم هنا في الماي كمبيوتر، عندنا هنا يا شباب دي الصور الموجودة عندي، عندي هنا المجلدات الموجودة عندي. أنا محتاج إن أنا أغير في بعض تنظيم الملفات والمجلدات عندي يا شباب بالصورة الموجودة. عندي هنا لو حبيت ان انا ارتب الملفات اللي هي الموجودة عندي هنا ارتبها بصورة معينة بحيث تكون بصورة عرضية، تكون بصورة طولية، تكون بشكل في شيء مرتب، انا باجي هنا هو مباشرة ممكن يعني اما بالمفتاح اليمين للماوس او عن طريق ان انا اغير من شكل الملفات الموجودة. دايما أنتقل إلى View من شريط القوائم، ومن هنا يعني تختار الأشكال المختلفة. عندي هنا Large Icons أي الموجودة، شوف الآن أصبحت ظهرت الأيقونات بشكل يعني كبير عندي. لو حبيتها بصورة قائمة، لو حبيتها بصورة يعني Content اللي هي الأشياء اللي هي تعتبر تفصيلية، لو حبيتها بالديتيلز الموجودة تمام. عندي الميديم تكون الأيقونات أو الرموز بصورة يعني بسيطة. عندي سمول أيكون، شوف الآن أصبحت الرموز كلها صغيرة بالصورة. لو عبارة عن تايتلز عناوين بهذه الشكل، يبقى من قائمة شريط القوائم فيو بأستطيع أن أنا أتخير هذه الأشياء. وكما قلت لك عندي لارج أيكونز وعندي اكسترا لارج ايكونز وعندي الميديوم ايكونز وعندي السمول ايكونز. انت بالنسبه للقوائم بختار ليست وديتيلز وتاي تايلز، وعندي كونتنت تمام. انت بتختار الصوره اللي تعجبك في عرض القوائم. طيب يا شباب احنا الان لو حبيت ان انا احذف بعض الملفات الموجودة عندي، بعض الملفات أنا مش محتاج لها، وليكن زي الملف واحد بالمفتاح كليك يمين بقول له ديليت تمام. هذا الملف لم يحذف بالشكل الكامل. طيب ملف 3 أهو حذفته، أيضا لم يحذف بالشكل الكامل. هذا هذان الملفان إن راحوا شباب راحوا إلى سلة المحذوفات. هعمل ترتيب بس لسطح المكتب عندي، وبروح عند ريسيكل بن الموجودة سلة المحذوفات، هجد الملفين اللي أنا حذفتهم اللي هو ملف رقم 1 وملف رقم 3. لو أنا حبيت إن أنا أحذفهم يعني بشكل كامل هقول له ديليت من هنا، لكن أنا لو حبيت إن أنا أرجعه مكانه أقول له ريستور. أهو رجع ملف رقم 1 مكانه، وبالمفتاح اليمين ايضا
رجعت الملف رقم 3. لو حبيت يعني سلة المهملات كاملة، لو حبيت ان انت تحذفها كاملة، الامور في ايديك، في ملفات اهيت موجودة عندي من قبل، كل الملفات دي لو حبيت ان انا احذفها بظلل كل الملفات بالمفتاح اليمين، اما بقول ديليت احذف او بقول ريستور ان هم رجعهم مكانهم مرة تانية. انت لك حرية الخيار في التعامل مع كده. بعض كده محتاج ان انت قط ملف معين، اعمل له قط مثلا وليكن، او اختبار ثاني اقول له قط، خلاص انا الان انا قمت لو بعملية قص، باجي هنا لازم يكون عملية بيست. ادي الملف اللي انا حذفته. فإلى هنا يا شباب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلقاكم على خير، وأذكركم بحل التدريبات الموجودة على المنصة التعليمية وحل الاختبار، وإن شاء الله نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.